بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وان دقت. فكل نعم الله سبحانه وتعالى يشعر بها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وكان يعيش مع الله تعالى ذاكرا في جميع احواله. حتى في الاحوال اللي تكون يعني من اسباب الغفلة بالنسبة للناس. كحال تناول الطعام بحيث يكون هم الواحد منا ان يكون الطعام لذيذا النبي عليه الصلاه والسلام كان همه عند تناول الطعام ان يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الرزق وان يحمده عليها وقد ورد عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة وفي حمد الله تعالى بعد الطعام قصص كثيره نقف مع بعضها فكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعاما يقول بسم الله وإذا فرغ من طعامه يقول اللهم أطعمت وسقيت، اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. شوف هذا الثناء الجميل وهذا الشكر من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان طعامه بسيطا صلى الله عليه وسلم. ربما هذا الشكر وهذا الثناء الواسع على الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر نعم الله تعالى قد يكون على تمرات اكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ان دل فانما يدل على تعظيم المنعم. فمهما كانت النعمه قد يراها الانسان صغيره لكن حينما تنظر الى من انعم بها عليك فانك تعظمها بل يعلمنا ان نعظم نعم الله سبحانه وتعالى فلا نزدري منها شيئا وقد صارت احوالنا الى امر يندى له الجبين ويؤسف له ربما الواحد منا يجلس على مائده الطعام فلا يذكر المنعم يشوف فقط الوان الطعام التي امامه فيستمتع بها ويبحث عن الدها واطيبها فيتناول منه ما يحقق نهمه وما يشبع به شوقه وبطنه لكنه يقوم من طعامه ولا يشكر الله سبحانه وتعالى فهذا من قله الادب مع الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يعيش ذاكرا لله سبحانه وتعالى في سائر احواله حتى في الامور المتعلقه بالدنيا كالطعام لا ينسى فضل الله تعالى فيها عليه فيحمد الله كما كان يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم: من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف هذا الدعاء كم هو جميل. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. فطعامنا الذي بين ايدينا لسنا نحن من نصنعه صح ربما الانسان يشوف روحه بانه طبخه او اشتراه لكن من اوجده من اوجد هاته الفاكهه التي نتلذذ بطعمها وحينما نتناولها لا تؤذينا في بطونها كاين اشياء بعض المواد خلقها رب العالمين غير صالحه للاكل لو ان الانسان يدخلها الى بطنه لا اهلكته لكن شوف كثير من الطيبات التي اوجدها الله سبحانه وتعالى متاعا للناس نستلذ بطعمها ونستفيد ونستفيد بها او نستفيد منها بما اودعه الله سبحانه وتعالى فيها من المواد النافعه لجسم الانسان والتي لا يقوم البدن الا باذنها فيشكر الانسان ربه عز وجل على توفيرها ويشكر الله سبحانه وتعالى ان اوجدها ويسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها لهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا فاذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى في الطعام ويسال فيه البركه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فكما أن الحمد مبارك يكون الطعام مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أي المؤمن لا يمكن أن يستغني عن فضل الله سبحانه وتعالى لو أن الله سبحانه وتعالى يمسك أرزاقه هب أن رب العالمين أمسك عن المطر من أين ستخرج لنا الأرض هذه الطيبات لو أن الله سبحانه وتعالى يعني جاب المطر وخرجت الثمرات لكنه يسلط عليها جائحة تفسدها أن لنا بهذا الرزق فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق كل ما نستمتع به من الأرزاق أوجده الله سبحانه وتعالى وكل رزق يدخل إلى بطوننا إنما هو بتيسير الله تعالى وتوفيقه فلهذا نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وانه من كفران النعمه ومن سوء الادب مع الله ان بعض الناس تلقي بقايا الطعام في القمامه. هذا صدقوني من سوء الادب مع الله. ومن قله شكر نعم الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاه والسلام يلعق الصفحه باصبعه صلى الله عليه وسلم الشريفه. بيخليش بقايا الطعام الصحن يمسحه ويقول إكرام الصحن يمسح الصحن ويتناول ما فيه ولا يترك فيه البقايا لكن الآن شوفوا الناس ربما كميات من الطعام ومن المأكولات تلقى في القمامة ومع القاذورات فيخشى الواحد منا أن يسلب نعمة الرزق حينما لا يشكر نعم الله عز وجل بل حينما يزدريها ولا يعطيها قيمتها بل حينما يحتقرها وما قيمة قصة في ثوان أختم بها هذه شهدتها بعيني كانوا بعض الشباب أمام متجر تاع الطعام واشتروا مأكولات خفيفة يعني نصف قطعة خبز فيها أشياء من الطعام فسلموها لصاحبهم وهو صاحب السيارة وكانت سيارة فخمة فنظر إلى ذلك الخبز وما فيه فلم يعجبه ذلك الطعام فألقاه من النافذة رماه من نافذة السيارة وانطلق مغضبا صدقوني يا إخواني ما تجاوز حوالي مئة متر إلا وانحرفت السيارة ودارت به واصطدمت بشجرة وضاعت السيارة كلها عقوبة من الله عز وجل حينما ازدرى نعم الله عز وجل فلا تغفل عن ذكر الله قبل تناول الطعام وأن تحمدوا الله حمدا كثيرا طيبا فيه بعد تناول الطعام ولو كان لقيمات أو تمرات الله تعالى ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله